نتكلم عن موضوع مهم وهو الصلاة المستجابة. هل هناك صلاة مستجابة؟ وبتحصل ازاي الصلاة المستجابة؟ ومتى يستجيب الله الصلاة؟ ده شيء مهم جدا محتاجين نتشجع به، وهو وعد من الرب لينا انه يستجيب ويسمع صلواتنا، ودي احد الحاجات اللي بتخلينا نصلي. الصلاة المستجابة هي لكل شخص امين ومطيع، كل شخص ثابت في المسيح. المسيح بيعلمنا في يوحنا 15: إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ويعطينا كل شيء. فهو وعد لكل من يثبت فيه ويثبت في كلامه أنه يحقق ويستجيب ويسمع له، لأنه يطلب إرادته. الشيء الثاني المهم جدا للصلاة المستجابة أنها صلاة تنسجم مع مشيئة الله. فكل شخص يطلب مشيئة الله، يطلب لتكن مشيئتك، يطلب لأجل مشيئة الله وإرادة الله، فهي صلاة مستجابة. أيضا الصلاة المستجابة هي الصلاة التي فيها نعلن أن التعظيم والتسليم كله لقوة الرب، وأن المدح والتعظيم كله للرب وحده والتمجيد له وحده. ففيها نطلبه هو، فيها نرجوه، فيها نثق فيه، فيها نؤمن به، فيها لا نركز على أنفسنا، فيها لا نركز على احتياجاتنا، فيها لا نركز على ذاتنا، فهي لذلك أيضا صلاة مستجابة. فهي ليست للحصول على ما أريده، وليست لأجل إعلاء اسمي وشأني ومملكتي، وليست لما أريد أن أحصل عليه ولما أطلبه، وليست لتحقيق إنجاز لأجلي وتحقيق خطتي، لكنها في النهاية في كلمة واحدة هي لأجل الله، مركزها الله لمجد الله. شيء مهم جدا يختصر الحلقة كلها، أن مركزها الله، أن بدايتها الله، أن موضوعها الإيمان بالله، وأن غرضها وأن غرض كل طلبة وغرض كل تعظيم وغرض كل توسل وطلبة للغفران هو أن يتمجد الله ويتعظم وحده. وأيضا في النهاية الصلاة المستجابة هي الصلاة التي ينظر فيها المصلي لله معتنيا راعيا متسلطا على كل شيء فيسلمه كل الأمور، ولذلك هي صلاة مستجابة. لا تنسى هذه الأمور، ولا تنسى أن الرب وعد بأنه يسمع ويستجيب، ولا تنسى إحسانات الماضي واستجابات الماضي، ولا تنسى أن الله وعد بأنه يجيب صلواتك. فهذا يشجعنا أن نصلي، وهذا يشجعنا أن نثابر ونستمر في الصلاة، حتى لو هناك تأجيل في أشياء، حتى لو هناك الله يرفض شيء، لكن لتكن إرادته في كل شيء. وأخشى كل الخشية بأن نكون بنكرمه بالشفتين ولكن قلوبنا بعيدة عنه. الرب يرحمنا ويكون معنا ويشجعنا نثابر في حياة الصلاة، ولإلهنا كل المجد.